المهنه دي حتى تصديقي للبروجكت اللي انا هتكلم معاك فيه. اللي انا عايز اقوله كمان ان الـ FIS او المنظومه الاداره الماليه الحكوميه هي مش سكسس ستوري لوزاره الماليه بس. هي سكسس ستوري للحكومه المصريه كلها. افتكر زمايلي لما الدول اللي حوالينا بتتكلم على الميكنه وازاي الحسابات والاداره الماليه بتتبني السير بتاع مصر سواء على مستوى الانتيتيز اللي موجوده او على مستوى البيزنس، لا يعني الحكومه المصريه او مصر هي انا بعتبرها البيزنس الكبير اللي اي دوله حوالينا تتفوق فيه. خلينا نقول الجي اف اي اس او اداره المنظومه الماليه الحكوميه دي عباره عن منظومه بتراقب وبتسجل وبتعمل كل الترانزاكشن الماليه. خليني اقول لك برضه التطور التاريخي للموضوع. يمكن انا جويت الوزاره في 2012 في مجهود كتير قوي اتعمل في الوزاره في الست تواريخ اللي انا بقولهم دول. انا اخترت الست تواريخ دول لان كل تاريخ ليه يعني ليه مؤشر معين في الوزاره وازاي ابتديت. يمكن احنا بادئين بدري جدا 2014 وكانت دي بدايه التفكير في